اجي نعاود لك على الويلو تماره اللي وقع هاد السيمانه في 27 اكتوبر دار العجزه. بغيت نقول الامم المتحده اخيرا تجمعوا باش يديروا تصويت على قرار وقف اطلاق القنبول ما بين الدراري الصغار وبوعو من 7 اكتوبر حتى 27. عاد دار هاد الاجتماع تتحس بهم عندهم شي علاقه غير شرعيه مع السبعه. ما عليناش، 120 دوله صوتت نعم، اولهم وبدون تردد كانت روسيا. الله على اخلاقك يا بوتين. 14 دوله صوتت لا، باش عرفتي الميريكان وحده منهم، و 45 دوله امتنعوا على التصويت. داروا ديك اللعبه ديال بيناتكم بيضاوة انا مال امي، وحده منهم هي اوكرانيا. ما تديوش على زيلينسكي حيت هو نارسيسيك عزيز عليه يكون سونترت العالم. جاتو الغيره حيت ما بقاش طالع في التوندونس، العالم تشغل بفلسطين ونساه. الممثل ديال اسرائيل في اليو ان جيلاد اردان تسناهم تسالو، هو يقول لهم ايه محنتوا راسكم الدراري، حنا غنديروا داكشي اللي تيقول لينا الطنطون نتاع راسنا، واللي بيحيد لينا حقنا في الدفاع عن النفس يدير نفس. فرنسا صوتت بنعم، ولكن تتبقى فرنسا هذيك فيها البق والحماته ياكلها، ما يمكنش تصوت وتسكت، ضروري الفهمات. قالت لك اسيدي تايلا ماشي واقف اطلاق النار في مره يديروا غير بوز. يعني تخيل معايا هادوك تيصيفطوا في القنابل والدرونات والاخرين تيجريو مكعطين، فاش توصل وقيته البوز وتيسوني الجرس هادوك تيوقفوا يعاودوا يشارجيو السلاح وياكلوا البيك ماك اللذيذ اللي تتعطي لهم ماكدو فابور، والاخرين حتى هما تيوقفوا يشربوا ميها. الله نسيت الماء مقطوع، يا الله ياكلوا شي بان سويس محايد. نسيت تاني مانعين عليهم الاعانات، صافي يدخلوا السبيطار يداووا. اوف تا السبيطارات مهدمين، ايوا بلاش يتنفسوا الهواء ديال الله، مالهم على هاد الفشوش. وفاش تسالي الوقيته ديال البوز يرجعوا يجريو والاخرين يقصفوا، على الاقل راه ارتاحوا شويه. اون بارلون الفهمات ديال البقه الفرنسيه، قال لك اسيدي داروا غرامه ديال 135 اورو في فرنسا للناس اللي تيخرجوا في المظاهرات مع فلسطين. تخيل بنادم في الزنقه تيغني انا دمي فلسطيني، حتى تيتقبض به البوليسي، راه تشوف واحد 135 اورو باش نتيقوك، حنا تنعرفوا غير الدم اللي لونه احمر. المهم داكشي بحال يا مات كورونا، فاش كنتي تتخلص الغرامه الا لقاوك خارج. غير ديك الساعه كانوا تيخافوا على الناس يتعداو بالفيروس، دابا تيخافوا عليهم يعاديو بعضياتهم بالانسانيه. في الوقت اللي طاري فيه هاد الاباده الجماعيه في فلسطين بطوط سطروطوط والعايله لاي والعالم تيتفرج فيها كاتكا، ماما افريكا حتى هي طاري فيها اباده جماعيه ولكن بسكات. الكونغو كيف ما تهلات فيها الطبيعه بالموارد الطبيعيه كرماتها حتى الجغرافيه بجيران ما تفضلهم على جيراننا. سنوات رواندا مسلطه عليهم جروب الميليشيات ديالها M23، وطبعا بدعم وتشجيع من الانسان الابيض حيت كي ديما هو اللي مستفد من هاد البيعه وشريه. أكثر من 6 مليون كونغولي تشردوا من ديورهم، وأجيال على قدها زبروا لها الشجرات العائلة. الرجال والوليدات الصغار تيفرسيوهم يخدموا في المينات بلا بروتيكسيون بلا ماتيريال، وكاين اللي تيحفر هي بيديه، والعيالات والبنات تيتعرضوا لأسوأ أنواع التعدو والتعذيب. كاين تقارير تتقول بلي 48 مرة كيتعداو عليها أولمبيا الميليشيات كل ساعة أون غوتاسيون. ديجا تزادي مرة في أي بلاصة في العالم راه ماربحتيش اللوطو الحياة، أما تزادي مرة في الكونغو هادي الصقوعية أون ستيرويد. هادشي كله سببه الطمع والايفون الجميل والسامسونج البشع. الكونغو تتنتج 70% نتاع الكوبالت اللي خدام به العالم، وتتستعمل في الباتريات ولي توربين، واي جادجت الكترونيك فيزيك راه فيه شي بركات الكوبالت. مثلا تسلا موديل اس فيها غير 60 كيلو نتاع الكوبالت، كميه قليله تستاهل يموت عليها وليد صغير في مين في افريقيا باش واحد في الميريكان يبان كول وصديق للبيئه. هادشي بلا ما نحسبوا الكولتان والذهب والديامون. العقل اللي في الكونغو تتقدر ب 24 تريليون دولار، ولكن علاش نضيعوا فيهم هاد الفلوس؟ خليهم يموتوا في المينات وحنا ناكلوا الكافيار ومربوحه. في كوكب اخر بعيد على هاد الحجره اللي تدور على راسها، وبالضبط في بوينوس ايرس في الارجنتين، جروب فيه اكثر من 100 واحد مخيمين في ليتونت حدا الصطاد من جوان. علاش في نظرك؟ واش مساكن جاهم الافراغ؟ لا لا، هي تيتسناو في الكونسير ديال تايلور سويفت اللي غيكون نهار 9 و11 نوفمبر. هاد الجروب ديال لي فان 5 شهور وما مخيمين تما، وتيديروا روتاسيون مع بعضياتهم، دوزوا صيف وشتوا في الخلاوات باش يكونوا هما السباقين وياخذوا احسن بلاصه في الكونسير. واش عرفتي شنا هي تشوف الايلاينر ديال تايلور سويفت بلا زوم؟ انا ما عرفتش الله يهدي الشباب. جوزيف اميرسون بيلوت خدام في الاسكا ايرلاينز كان راكب في طياره دايره بورتلاند سان فرانسيسكو، ولكن ماشي في الساعات خدمته، كان داير غير اوتوستوب. مونس البيلوت والكريسون باش يدخل لدارو وهما مقلعين في السماء. جوزيف جا داك السؤال الوجودي اللي تيجينا كاملين، اللي هو
وشحال تعطي دابا يتحبين هاد الزمر، ولكن احنا غير ناس عاديين تنكونوا جالسين اللور ونتساءل في صمت. صاحبنا جوزيف راه بيلوت ويلا قال عيق الدبيه، ناض تحت على جوج سقطات اللي تيسكتوا الموتور وجبدوهم لعندو في نفس الوقت. طلقات لالارم والدنيا ترونات، البيلوت وصاحبو تيشدوا فيه جوج دقائق وهما تيتجروا معاه عاد قدروا يخرجوه برا ويربطوا ليه يديه. واخا هكاك غير غفلوا عليه لي زوتيس، ناض تيجري تاني بيحل الباب د لورجونس. صدقوا دايرين هبوط اضطراري في اقرب مطار وسلموه للاف بي اي. قال البوليس باللي طال ليه الفريخ حيت ما نعش 40 ساعه وفيه لا ديبرسيون. جاتو لا ديبرسيون بحال كاع لي بيلوت اللي خطبوا البنات وما بغاوهمش. واهم حاجه قال ليهم هي ضرب الشامبينيون قبل ما يطلع ساعات قليله للطياره. شكرا اخا جوزيف حيت خرجتي على خدمتك باش تحقق لي بونسي انتروزيف ديال بزاف ديال الناس. في سكوتلندا علماء الاركيولوجي الله يكثر خيرهم لقاو واحد القبر في عمره اكثر من 5000 عام وفيه 14 سكيلات. انا ما عرفتش فين هو الاندهاش في هذا الشيء، ولكن هما كانوا مندهشين وفرحانين، قلت نشاركها معكم. بالنسبه للناس اللي ما تعرفوش شكون هما لي زاركيولوج، هما حفارين القبور عندهم لاميتوال تيمارسوا مهنه سميتها ما غادي نخليو حتى حد يموت في خاطرو. تتحس بهم ما تفرجوش فيلم لامومي، فين ما كان شي عجب تحت الارض مسنط العظام تيجبدوا يديروا ليه القلق. هاد الشمعه في الميريكان طرات واحد في سيستم بونكير والناس ما وصلوهمش الصاليرات. الطبقه المتشوطه اللي عندهم التريطات خصهم يتخلصوا في الوقت ما عجبهمش الحال وخرجوا تيغوتوا. لا في الصراحه ما غوتوش، نقروا اف اكس. الاحتياطي الفيدرالي داروا تصريح تيهدنوا الناس انه خطا بشري وماشي سيبغاتك، وباللي فلوسهم في امان وغيوصلوهم من يتحل المشكل. ولكن الناس اللي كانوا معولين يخربوها ويقبصوا من اخرهم في الويكاند ما تسرطاتش لهم. هذا الشيء طرى للكليان ديال ربعات البنكات وتافكتات به 2% تاع الناس، هي نسبه قليله ولكن تيبقاو الاف تاع الناس تخربقات لهم حياتهم. وشوف دابا سبحان الله الامريكان تيطيح لها السيستم غير فهاد لي مونطون الصاليرات والتفرتيت. كون دابا شي 3 المليار غاديه لاسرائيل كون مشات بسرعه الاف 15. الحوثيين في اليمن قصفوا ميسيل في اتجاه اسرائيل، خرجت من الاتموسفير وتلقى لها هاتس انترسبتور ديال اسرائيل فرقعها في السماء، تسجلات كاول كومبا في الفضاء وقعت في تاريخ البشريه من هذه ستار وارز. تيبقى السؤال اللي تطرحه العقول الصغيره بحالي هو كيفاش قدروا يتلقاو القذيفه خارج الغلاف الجوي بهذه الدقه والافيكاسيتي، ولكن احتاجوا اكثر من 6 سوايع باش يوصلوا عند ناس راكبين في تريبورتور ما مسوريش غادي فوق الارض. وزير التراث في الحكومة الإسرائيلية أميشاي اليهو في انترفيو سولوه واش ممكن تستعملوا النوكليير؟ قال ليهم إيه كاين هاد لابوسيبيليتي نضربوا غزة بالنووي ونفوتوا هذيك الجي. سسبندوه من الحكومة وخرجوا تصريح تيقولوا فيه ما تديوش على هذاك راه غير حمق، يعني رابع أقوى دولة عسكريا في العالم تتعين الحمقين في المناصب الكبار، وعلى هذا الحساب بيبي بلا ما يتحاكم كمجرم حرب، خصو غير شي بركة نتاع الثيرابي والتنمية الذاتية. واخا حاولت الحكومة الإسرائيلية تدمس الموضوع ولكن راح دار بوم على منصة التفرقيع في غزة. ايران قالت لهم يا كسي اسرائيل عندها النووي وانا محيدون ليا ماشي طرجليت هادي. دب الروسي حتى هو ما عجبو حال، قال لك وشوف دابا هما تيفكروا هاد الافكار الشريره والعالم تيشوفني انا هو الفيلان. جاوبتهم الامريكان بصحتها هذيك بنتنا العزيزه ودير اللي بغات انتوما غير الربايب. نيويورك تايمز نشرت خبر ان اسرائيل الله يجازيها بخير طولت المده نتاع لابوز باش الناس يقدروا يهربوا. هانا تاني على الصحافه النازهه والعناوين اللي تتخليك تعيد النظر في المواقف ديالك وتشوف قداش اسرائيل فراو حبيبه وهيومانيتير. 12000 الناس ماتوا من نهار 7 اكتوبر حتى لدابا، ولكن راه تعطيهم 6 متر باش يهربوا عاد تبدا تقصف فيهم اللور. شفتي شحال كنتي غلط في اسرائيل؟ كون ما نيويورك تايمز كنت سحب لك لاعبين غير الهانجر جيمز. البوليس في تركيا وبالضبط في جنوب ادانا استعملوا الغازات المسيله للدموع باش يحبسوا الاف المتظاهرين اللي هجموا على لاباز ميليتير نتاع الامريكان بغاو يخربوها. ما مات حتى واحد ولكن بكاو تخرجوا كاع الطاقه السلبيه اللي كانت فيهم. اكبر كلب في العالم مات هاد السيمانه، لا ماشي بيبي بوبي، كلب برتقيزي لاغاس ديالو تتعيش ماكسيموم 14 عام، ولكن هو راسو قاصح. قال داروين ديك لا سيليكسيون ناتوريل ديالك كلها، انا غادي نعيش حياه سعيده ونرقع كروكيت ولعب وما نموت تنسالي كاع لي سيزون تاع بلاك ليست. مات في عمر 31 عام. الكونغرسمان ممثل ولايه اوهايو ماكس ميلر خرج في فيديو تيقول فيه بالحرف ما بغيتش نسميها رايات فلسطين حيت فلسطين ماشي دوله، انا تنعتبرها غير تيريتوار وقريب تهدم كامله ونرجعها باركينغ. اخا ماكس خاصك تمشي عما قريب عند الحلاق حيت راه بدات تنوض لك الدبيبينه شتيها. باين منشن ليفركوزن دمكشن. في نظركم ماكس من مورا هذا التصريح تعاقب ولا تسبندا حيدوا ليه 13 موا صيفطوه ينعس بالعشاء؟ نو،
باغ كونتخ رشيدة طلايب الكونغرس وومن الوحيدة اللي ميريكانية من أصول فلسطينية، مور ما صرحت بالدعم ديالها للقضية وطلبت بالتدخل لوقف إطلاق القنبول، الكونغرس داروا جلسة باش يصوتوا على لاسونسور ديالها، وفعلا النتائج كانت ضدها، 234 واحد صوتوا بنعم و188 لا و11 امتنعوا. هنا لا ديموكراسي جاتها كريز ديبيليبسي. أنجلينا جولي بعد ما دارت تصريحات وبوستات في الانستغرام ديالها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأدانت الجرائم اللي تترتكب في حقهم، خرج باها الممثل جون فويت اللي ما تتهضرش معاه مدة 7 سنين بفيديو في إكس تيقول لها انت كدابة وتحتي من عينيا، الإسرائيليين غير تدافعوا على راسهم، وكمل هضرته بزاف ليزارغومون بنين على الدين والإيديولوجي وشلع جين تلهضري. بالرغم أن جون باتري جولي أحسن إنجاز دار في حياته وولد لينا أنجلينا جولي، ولكن فهمناها علاش قطع معاه العلاقات. في بنغلاديش الاف المتظاهرين خرجوا للشارع دايرين اضراب عن العمل وتيطالبوا الشركات اللي مخدمينهم بزياده. الدومين التكستيل في بنغلاديش هو واحد من اكبر لي سورس دو ريفينو للدوله والفئه كبيره من الناس اللي تخدموا في لوزينات، تياخذوا السميك اللي هو 95 دولار في الشهر، ومع ارتفاع الانفلاسيون بنسبه 9% الناس ولاو واخا خدامين ما قادرينش حتى ياكلوا ويفروا احتياجاتهم الاساسيه. الخدامه طالبوا بزياده في السالير يطلع ل 208 دولار في الشهر، ولكن الشركه قالوا لهم جادنا ونطلعوا عليكم ل 113. الناس ما عجبتهمش هاد الهضره وهما يخرجوا يفاريوها في الزنقه بالاضرابات. البوليس كانوا لهم بالمرصاد، استعملوا لي بالا بلون والغازات المسيله للدموع والتقامن، مما ادى ثلاثه الناس ماتوا لحد الساعه وبزاف مدقدقين. براندات كبار بحال H&M زاغا ليفيس غاب وبوما وقف عليهم لا شين دو برودكسيون وتيتسناو يشوفوا شكون غادي يعيا الاول. جاستين ترودو بروميير مينيستر نتاع كندا كنا ديجا عارفينو خاصو يشوف اندوكرينولوج باش يقاد ليه معدل هرمون تستوستيرون، ولكن دابا تاكدنا باللي خاصو حتى اوختوفونيست باش يقاد ليه فمو، حيت في الوقت اللي الناس تتموت في غزه بمعدل واحد في كل 10 دقائق جاستين ساعه هو تيتعصر ما بغاتش تخرج ليه كلمه سيس فاير. وي نيد تو سي ا سيس وي نيد تو سي ا هيومانيتيريان باوز سو وي كان فلو وي نيد تو سي سيسينج اوف ذا ليفلز اوف فايولنس ذات وير سيينج. الناطق الرسمي باسم جيش الهجوم الاسرائيلي دانيال حقاري صور لنا فيديو اش دي من سبيطار رانتيسي تورينا فيه لي تونيل اللي تستعمل حماس، داكشي بالدليل وبلا ليست اللي فيها اسميات الارهابيين اللي تيشدوا العصه. ما تحتاج تكون مهندس ولا تكنيسيان، غير غوشيرش صغير ورا في جوجل غتلقى باللي كاع لي زيموب اللي فيهم السنسور فيهم هاد لافوس تاع السيكوريتي، وحتى هي فيها السلوم بحال اللي ورونا في لا فيديو. منين زدنا حققنا في الليسته لقيناها كالندري فيها التواريخ والنهارات، هنا تيقناهم وفهمنا خطورة دوك السميات. واش عرفتي نهار الاثنين شحال إرهابي خصوصا في الشتوى والبرد؟ بلا ما نهضروا على الأربع في العشية بالنسبة للناس اللي عندهم الدراري ما قارينش. وإلا كنتي سيليباتير وشومور واستعنتي بالاثنين والأربع غنفكرك في السبت والحد فاش تيتحدوا بجوج وتتولي سميتهم الويكاند. الخطر والعجب اللي تيخرج منهم يخليك تكونداني الثلاث الخميس وحتى الجمعة. ستة سيمانات دازو من نهار مالين تريبورتورات تألقوا على مالين الدرونات. العواقب ديال هادشي هو آلاف الناس ماتوا والملايين تشردوا، جوعوهم وحيدوا لهم الماء والضو والانترنت، تقصفوا السبيطارات والمدارس والجوامع وحتى مالين الطاكسيات ما زقلوهمش. داروا كل شيء الا داك الشيء اللي تيحاولوا يقنعونا به وهو يقضيوا على حماس ويحرروا لي زوتاج. بيبي خاصو يشري دوره باش تل ماصات تفيق مع الخمسة الصباح وتكتب لي بريوريتي ديالك في تو دو ليست. اليو ان هبطوا الرايات وداروا دقيقه صمت في كاع لي باتيمون ديالهم في العالم ترحما على الموظفين اللي ماتوا لهم في غزه. وصلت الحصيله ديالهم لحد الساعه 102 موتى و27 مجروحين. حسب اليو ان هذا الرقم هو الاكبر في التاريخ من نهار تاسست اليو ان في 1945. نقولوا اللي بينا ولكن راه ما كاينش اللي قد على اسرائيل في تحطيم الارقام القياسيه. نعوجو جيت ماما افريكا وهاد المره غنبلاصيو في السودان باش نفهموا المشكل. خاصنا نرجعوا شي شويه اللور ونحطوا الكونتكست. السودان من ديما مسلطين على انقلابات من ايام الاستعمار تنقالزه تتحس بها بطبوطه الطيب ماشي دوله. وحيت السودان بخيرها وخميرها من ذهب وبترول وجات في حدود قناه السويس الاستراتيجيه دول تيتدخلوا ويسبورتيو الرئيس اللي غيخدم لهم مصالحهم. اي واحد فاق الصباح وبيدير انقلاب تيلقى لي سبونسور موجودين، ولكن تيبقى اكفسهم هو الكولونيل عمر البشير. في 1989 شد الحكم بعد ما دار انقلاب عسكري، وكأي ديكتاتور حافظ صواريه شد سقف الديمقراطية وريبو الشعب السوداني على راسو، حيد البرلمان والمعارضة وأي واحد شاف فيه شوفه ناقصة، وقاد جوج تاع ليمينيون نسخة منه، الأول هو البرهان كولونيل تاع الجيش، عطاه جميع الصلاحيات يدير ما بغى وزادو باي فمو يمص بها البترول تاع البلاد، والثاني هو حميتي اللي رجعو كوموندونت الميليشيات، تينفذ الاغتيالات ويقمع الأقليات الغير العربية في دارفور، وعطاه المينات تاع الذهب تبيع ويشري كيف ما بغى
وتتحكم في ثمن السوق. هاد الجوج مع الوقت داروا العاقة ولات عندهم انفلونس كبيرة في البلاد. في 2019 فالشعب السوداني قهر بالفقر والانفلاسيون والشوماج، خرجوا للزنقة يطالبوا بعدالة اجتماعية. صحابنا برهان وحميتي لقوا فرصة ومناسبة وهما يديروا انقلاب على عمر البشير وشدوا السلطة. الناس هنا طلعت معهم التقليبات 5-5، خرجوا بغاو الاصلاحات، صدقوا حاكمينهم العسكر والعصابات. تدخل المجتمع الدولي بخيط بيض وداروا حكومة جوطابل اللي ما طولتش بزاف. في هذا الوقت القصير لي مينيون بداو تيوجدوا لا سيزون 2. البرهان تيبيع في البترول وتيقد العلاقات مع مصر وروسيا باش يطاكيو عليه، وحميتي تيبيع الذهب للامارات وتيشري في السلاح وتيقوي علاقته مع تشاد وليبيا. في ديسمبر 2022 تدخلت تاني السعوديه والامريكان باش يلقاو حل سلمي، ولكن حتى واحد فيهم ما بغى يتنازل على السلطه ولا يشركها مع الاخر. واخا السودان مساحتها اكثر من 1,800,000 كيلومتر مربع وهي ثالث اكبر دوله في افريقيا، حميتي والبرهان مقتنعين باللي ما يمكنش يعيشوا فيها بجوج. ومن ديك الساعه حتى لدابا هما تيتقاتلوا بيناتهم ولاعبين ايغويا كبر من ايغوك. النتيجه ديال هادشي هي السودان سافرت سنوات ضوئيه للعصر الحجري، رجعت العبوديه ترند، والكوليرا والملاريا هاشتاغ، العاصمه خرطوم ولات وارزون، البلاد كامله هبطت الريدو، شهور والناس عايشه بلا ما بلادو بلا سبيطارات، والمجاعه تتقتل في الوليدات الصغار والعيالات تتعداو عليهم اولمبيان. اكثر من 20,000 الناس ماتوا والاف الجرحى، وربعه المليون خواو ديورهم وهربوا للحدود مع تشاد وليبيا. بلا ما نساو اباده جماعيه للاقليات غير العربيه، دول اللي عندها مصالحها في السودان مخليه راسها نوتخ، ما باغيينش يزربوا ويقمروا على العود الخاسر، وتيتسناو يشوفوا شكون غير ربح في حرب اكبر خاسر فيها هو الشعب. ايسلندا ديكلارات ليتا دورجونس ورحلوا اكثر من 8,000 نتاع السكان من فيلاج جريندافيك بسبب واحد الفولكون اللي سخن عليه راسو وبيت فرقع عليهم. يوميا تتسجل اكثر من 100 هزه زلزاليه بمعدل ما تيفوتش 3، ما تيحسوش بها الناس ولكن الارض حاسه بها، والماغما تتكتك على خاطر في التحت. هاد السيمانه تشقوا الطرقان وخرج الدخان من الارض، وفي اي لحظه ممكن لافا تفاجئهم. اسرائيل وافقت على وقف اطلاق القنبول لمده 4 ايام، الا كنتي اخا تشوف نص العمر من الكاس هاد 4 ايام بتبان لك مكسب كبير وضربه مقاسيه فودنين بيبي، ولكن الا كنتي عور بحالي وما تتشوفش الكاس كاع فراه غتقول كيف لا يعقل. 4 ايام راه اقل من عدد ايام الاوجاع الشهريه عند 80% من العيالات من غير ايمي شامر، هادي قياس الخير تتنزف من دماغها على طول العام. فاش تتامل بموضوعيه كاع هاد المؤتمرات اللي تداروا وتصويت اليو ان والتدخلات الدوليه ومظاهرات بال ملايين في كاع العالم ومقاطعة الموز الزغاريط نتاع ستاربكس وتصريح محمد صلاح اللي اكد لينا ان نسبة التستوستيرون اللي عنده اقل من 100 خليفة، هادشي كامل يلا قدروا يجبدوا من اسرائيل غير 4 ايام. هنا تتاكد باللي هاد الكوكب عنده راجل مو، وباللي تاثير الامم المتحده على العالم اقل من تاثير شني ولا على نعاسك في الصيف. الاتفاق هو اطلاق سراح 50 اوتاج من حماس مقابل 150 سجين فلسطيني من عند اسرائيل، ويفتحوا الحدود باش المساعدات تدخل لغزة. اخيرا من بعد 7 سيمانات الهانجر جيمز والقتيله والتفرقع، الفلسطينيين غير ارتاحوا 4 ايام وياكلوا ويشربوا. صفقات حاره لاسرائيل اللي خلات الماكله والماء اللي قطعت عليهم يوصلوهم. يتساءل احدهم اش بيطرى من مورا هاد 4 ايام؟ حتى واحد ما عارف من غير المحللين بوليتيك اللي تيفطروا بالكرعين ويتفرجوا في الجزيره. بزاف نتاع المشككين اللي ما بغاوش يعترفوا بمصداقيه وانسانيه اسرائيل قال لك اسيدي هاد 4 ايام وافقوا عليها هي حجه مع البلاك فرايداي والثانكس جيفين، وضغطوا عليهم الشركات باش الانسان الابيض يخسر رزقه ويشري تلفازه واير فراير بلا ما ينبوا ضميره على وليدات فلسطين اللي رجعوهم كفته ريجيم. ممكن هاد النظريه الخاليه من الدسم تكون صحيحه الا شفنا الداتا والارقام اللي تتقول باللي اكثر من 130 مليون الناس تيتقداو في البلاك فرايداي وتيصرفوا اكثر من 9 مليار دولار. هذا الرقم غير في الميريكان بوحدها، وبما ان الميريكان هي مامات اسرائيل بالتبني بعد ما سمحت فيها امها البيولوجيه بريطانيا، فراه ممكن تقول باللي الراسماليه ساهمت في هذا الانجاز. عموما الناس اللي ما عندها فلوس ودخلت عليهم الانفلاسيون راهم مقاطعين هذا السيرك ومتضامنين مع جيوبهم ومع فلسطين. الارجنتين انتخبت رئيس جديد خافيير ميلي كيشبه البيرسوناج ديال جومانجي، ولكن هذا عينيه زرقين وسياسته مايله جهه دونالد ترامب. حتى هو لا سونتي مونتال ديالو مشكوك فيها، وديجا صرح باللي لحد الان مازال تيدوي مع الكلب ديالو اللي مات في 2017، قال باللي تيفضل المافيا على الحكومات. بالنسبه ليه هو الاشتراكيه اشد ضررا من حرب المافيات، واليساريين ولاد بائعات الهواء الخالي من الاكسجين، وقال لك اسيدي جايب برنامج تغيير اقتصادي راديكالي من اهم اهدافه يحيد البيسو ويرجع الدولار هو العمله الرسميه، باغي المارشي نتاع تجاره الاعضاء يتقنن بحاله بحال اي مارشي، وبيحيد وزارات على قدهم منهم وزاره الثقافه وزاره حقوق المراه وزاره السياحه
السياحه والرياضه. اش خليتي اخا خافير؟ بقاو لي كيتمنيات لي بالون دور نتاع ميسي تبيعهم لكريستيانو. غتسولني ومال هاد الناس انتخبوا رئيس مخطر حتى لهاد الدرجه؟ غنجاوبك باللي ما راهتجي باخوان تاعي البصيره. الارجنتين تتعاني اقتصاديا من سنين، نسبه الانفلاسيون وصلت ل 142%. لا ريزيرف فيدرال ما فيهاش احتياطي، وخدامين تيتبعوا في البيسو حتى غرقوه ب 90% تحت الدولار، و 40% من الشعب الارجنتيني عايش تحت خط الفقر. منين تجمع كاع هاد المعطيات اش بقى لهم ما يخسروا؟ بالعكس محتاجين اللي يعبر لهم على لاغاج اللي تيحسوا بها ويكون عندهم معل تغيير راديكالي. وخافير ميلي ما كذب في عيطه. المهم بالنسبه للناس اللي كانوا تيستمتعوا بتصريحات ترامب والكوميديا ديالو، خافير غادي يعودكم في بلاصتو. اوبن اي اي الشركه اللي قادت تشات جي بي تي جراو على سي او سام التمان، نادو الموظفين تيهددو الكونسي دادمينستراسيون بلي غادي ديميسيونيو كاملين الا ما رجعوش. شكال هاد الناس؟ واخا قادو تكنولوجي غادي كاع الخدامي، ولكن هما ما مفرطينش في الباترون ديالهم، بغاو يحافظ على خدمتو. الشركه فيها 770 موظف، 725 واحد فيهم شارك في هاد الاحتجاج، وكتبوا عريضه قد ما ميليها تيكريتيكيو فيها لو كونسي دادمينستراسيون وسياستو. الصراحه ما عرفناش اش هما اللي كتبوها ولا تشات جي بي تي. المهم الكونسي دادمينستراسيون شافوا التعيه وهما يرجعوا للباترون. ما تصغرش الموضوع اخا، راه ما تنهضروش على شركه نتاع الحوايج. مثلا اش ما تفهمتش مع ام، عندهم اختلافات فلسفيه او اخلاقيه. أسوأ سيناريو هو تشري قميجه فيها الصداي في اللور. اما شركه تتصايب تكنولوجيا غادي تغزو العالم، راه ماشي بعيد من دابا 10 سنين تلقى راسك واقف في الكوزينه تتصاوب للروبو ميجا بايت ما يخشف وجهه وهو مكسال في الصالون وتتفرج في ترميناتور. محمد حسين مصري عايش في نيويورك وخدام في كروسه نتاع الماكله حلال، كل نهار تيوقف عليه هاد القرد الشار في ستيوارت سلدويت وتيشبعو تعليقات عنصريه واسلاموفوبيا، وشي هضور كنت قالت للسمك يزف عليه بمقله حلال. ولكن محمد حسين واخا لونجلي ما نقياش تيجاوبو بكل ادب، الا ما بغيتي تشري والو سير في حالاتك، وتيصورو بالتليفون. وصلت به قله العارض قال ليه دوك 4000 وليد اللي قتلنا في غزه ما كافينش وخصنا نزيدو مازال، ما غاديش نقدر نحط لكم كاع لي فيديو هنا حيت الخوارزميات ولاد الخوارزميه ما غاديش يعجبهم الحال. ولكن نقدر نقول لكم شكون هو هاد ستيوارت. ما بين 99 و 2003 كان خدام في وزاره الخارجيه، هو اللي مكلف بالعلاقات ما بين اسرائيل وفلسطين. ومن بعد فاش ولا اوباما رئيس كان هو مستشار ديالو. اي يا سيدي واحد بهاد العقليه العنصريه في مناصب مهمه بحال هادو. هاد لي بويم اللي شدته الكاميرا تيطربنا بهم عطاونا فكره جميله على مورا الكواليس اش تيتقال. لي فيديو داروا ضجه كبيره في انترنت، بزاف الناس والجمعيات تعاطفوا مع حسين وعرضوا يوفروا ليه محامين فابور الا بغى يدعيه، وفعلا رفع ضده دعوه. وحاليا ستيوارت مشدود وتيتسنى المحاكمه ديالو، في عوض ما يعتذر مازال عطاه الكذوب وتيخرج في عينيه واخا الكاميرا سدت عليه بالشوك. اون بارلون الكاميرا والدور ديالها في توثيق اللحظات المهمه، في فرنسا عاوتاني المتظاهرين غادي يطلعوا لبرا اكثر من يامات الجيلي جون، وراونا ستاج الوحش في المقاطعه. مشاو اسيدي عمرو بلدوزير بلي زيكسكريمون ديال البقر وجابوها خواوها قدام ماكدو. الفيديو انتشر في اكس وفي تيك توك وانسبيرا بزاف الناس باش على ماكدو.